كرة ثابتة في المباراة. التهديد الأول لأخضر عرضية كأنه بالرأس الكرة. غيابات مهمة للسيد هيرفي رينارد على مستوى الظهير الأيسر تحديد. صالح الشهري كرة بتعود على طول باتجاه سلمان الفرج. كرة طويلة إلى الأمام ممتازة من سلمان. اليوم راح نشوف كيف التعامل في من السلامة للجميع بحول الله تعالى، وأن نشاهد الكل في أفضل صورة وشكل ممكن. كرة انتظار أداء أكبر. كرة فيها حالة إلى المالكي، انتظر الحركة داخل منطقة الجزاء، عدى في راس بريكان والتسديد. الكرة بتبعد، عادت لسلمان، عدى سلمان، عرضها باليمنى في الدقيقة السادسة. شوف العمل من سلمان الفرج، الحل الفردي، المرور من قائد المنتخب. وعاد ايسلندا ليست بغريبة على أخضرنا الوطني، بل إن المنتخب كأس العالم. كرة جميلة وصلت إلى سلمان، عرضية وكرة على طول باتجاه سلمان. ما أحلى أخضرنا في بداية هذا الشوط. سلمان الفرج لاعب على لاعب، تأخر فيها، عودة من جديد عند عبد الهلال مالكي، وصلت إلى سلمان. الدوليين اللعيبة المهمين اللعيبة المنتخب الأيسلندي تحديدا لدى السيد عند حسن تنبكتي، وصلت مجددا عند سلمان. فرج إلى البريك، نقلات سعودية، استحواذ سعودي، ضغط سعودي. حركة لسالم، كذلك تكلم عن اللاعب الآخر اللي هو محمد العويس. كرة ملعوبة طويلة إلى الأمام جميلة، لكن وعشان كذا حتى عمل هيرفي رينارد لما قبل المونديال. إن شاء الله راح نشوف نتائجه بشكل أكبر في الأيام المباراة الأول، لكن في انتظار هدف في راس في الصين. في من أفضل لاعب أيسلندي على طول الذاكرة راح تروح اللاعب واحد فقط، إنه جوديونسون أبو كانو. عشان كده يتكلم عن موضوع الجاهزية، مهمة جدا بالنسبة لتشكيلة هيرفي رينارد. رينارد حريص جدا على موضوع بهذا العدد من المباريات قبل المونديال من أجل وضع جاهزية كاملة للاعبينه، وإن شاء الله أن يصل إلى الجاهزية الكاملة. اللي لا يتواجد في قائمة مباراة اليوم، تكلم عن عبدالله رديف موجود.